وللحديث أكثر عن ملف منطقة جنفودة وتطورات هناك تنضم إلينا شاهدة عيان من داخل منطقة جنفودة. أهلا بك سيدتي الكريمة، بداية حدثينا عن ما يجري الآن بعد هذا القصف للطيران، قصف مكثف شهدته اليوم منطقة جنفودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الطائرات ما وقفتش بكل طول اليوم، من أول فجر طيران يضرب أكثر من 16 ضربة فرنسية، وأكثر من طيران نوع واحد ميج ومن أنواع واجد يعني، وطول النهار ضربوا قصف بجميع الأسلحة الثقيلة بالدبابات وبالصواريخ وكل حاجة. نحن خلاص كل يوم يقدروا يطيحوا علينا الرواشن الطايرة، القزاز كله يتكسر فوقنا، كل يوم تعبنا نحن، كل يوم يطيحوا علينا رواشن، يطيحوا علينا البواب، ما عادش نقدر نتحمله خلاص، وتعبنا بكل، كل يوم ضرب من جميع اتجاهات، ما فيش حد شايف فينا، كل يوم يضربونا من جميع اتجاهات، ما فيش حد يقولوا فينا في الأخبار يوم واثنين وثلاثة وخلاص، ما عادش يكملوا يقدروا ينسونا بالمرة، وكل الناس تتفرج علينا ويقولوا حرام مساكين، ونحن تعبنا خلاص، ما حد شايف فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نعم يحكوا علينا يوميا بالأخبار وخلاص، يعني ما دارولناش أي حال، كل يوم يقولوا في تسجيل في هلال أحمر، في صليب أحمر، في الولايات المتحدة، كلهم يقولوا يبوا يطلعونا، في حد طلعنا، وفي النهاية جت كل على روسنا نحن، شو من ذنبنا نحن؟ شو الذنب اللي نحن اقترفنا يعني، يقولوا كل يوم يضربوا فينا، نحن عائلات ما دخلناش في شيء، نحن حصلنا وخلاص. نعم سيدتي الكريمة، يعني الآن بعد هذا نعم، هل تستمعين إلي الآن؟ أنا واحدة أخرى، واحدة من العلاقات اللي بجنفودة، فالوقت اللي معايا هنا تمت تبكي ما قدرتش تكمل. نعم. هل لديك أي إضافة سيدتي الكريمة؟ والله نحن هنا لنا قريب السنة ولا قريب السنتين نحن محاصرين هنا، وديما القصف علينا، قصف سواء طيران فرنسي سواء طيران بالليبي بالميج بالبراميل المتفجرة، واليوم اللي عندي اليوم اللحظة هذه في اليوم 16 صاروخ طاحن هنا في المنطقة السكنية، مش بمحاور ولا مش بقتال، كله يطاحن على الحواشين. نعم. وبالنسبة للحوش اللي قاعدين فيه الابواب كلهم طارن والقزاز يتنطر علينا. طيب قصف اليوم سيدتي الكريمة هل استهدف أماكن معينة أم أنه شمل كل منطقة جنفودة؟ والله نحن بالنسبة لنا نحن قاعدين هنا في الحوش ونسمع الضرب كله قريب منا، نحسه حتى الصوت الصاروخ اللي هذا نحسه كأنه فوق الحوش يبي يطيح علينا نحن. نعم. طيب هل يعني هو هل أماكن بالنسبة للقصف؟ نعم. مش عارف أنا يقصف في شنو، يقصف في محاور ولا يقصف في مناطق سكنية؟ طيب في سكان، في بشر. نعم. في أطفال، في رضع، في شيوخ. قصف اليوم سيدتي الكريمة هل استهدف فقط منازل مدنيين أم أن هناك ربما أماكن عسكرية أو آليات أو سيارات عسكرية أو تجمع للثوار هناك؟ والله بالنسبة للقصف اليوم احنا صنقانين في الحوش وما طلعناش بكل، لكن اللحظة أغلب القصف كله، عرفت القصف كله والطيران كله عشوائي، لأنه في حوش انضرب هنا تلانا بالطيران الفرنسي بصاروخ فرنسي، ولدرجة الحيط نتاع الحوش تم التنطر علينا، خش من الروشن. نعم. وهذا البيت هو بيت مدني ومن يقتله هم مدنيون، أليس كذلك؟ الدبابات سواء. نعم. من الجو ولا من الأرض. طيب. عشوائي كله وخلاص، والعوين يعني التباكو بعد هذا فيهم من مكان لمكان. بعد هذا القصف هل لديك معلومات ربما عن حصيلة أولية لعدد الضحايا الشهداء؟ والله الله اعلم، نحن هنا لنا في الحوش بصراحه من الفجر ما طلعناش بك لبرا، ما مش عارف يعني هل في حد مات، في شهداء، في موتى، في قتل، الله اعلم، لان الطيران وضرب ما نقدرش نطلع بكل. حتى من خلال الاتصالات يعني، هل لديكم اتصالات ربما مع بعض العائلات؟ هل هناك جرحى عالقين لا يستطيعون ربما الخروج للعلاج من هذه المنطقه او من هذه المنازل؟ نعم، بالنسبة للجرحى هو في جرحى يعني، وحتى اللي بيتلقى علاج ولا حاجة ما يقدرش من وين ياخذ.
ما فيش لا علاج يقدر يطلع هنا ولا هنا، اللي ينجرح ولا لا قدر الله تصير له حاجه حيقعد في الحوش ما يقدرش يطلع اصلا من الطيران اللي فوق. طيب في ظل هذه الاوضاع والاجواء التي وصفتيها الان، كيف تؤمنون حاجياتكم اليوميه؟ كيف تبدو الحياه الان في ظل هذا القصف الاجنبي والمحلي بالطيران، وايضا القصف المكثف من ميليشيات حفتر بقذائف الهاوزر والمدفعيه الثقيله؟ والله نحن بالنسبه اللي عندنا نقدر اللي موجوده متواجده عندنا في الحوش هي اللي نمشوا فيها للعويله ونديروا فيها مثلا كغداء ولا فطور لنا ولا اي حاجه. طيب هذه لو حتى والله هي مخزنه منذ فتره طويله هذه، طيب الغداء نتاعه نطيبه برا في الساحه، ولما يكون في طياره ما نقدروش نطلعه. نعم. حتى العيال المساكين ما يطلعوش برا، لا شمس يشوفوا لا هواء، الدنيا صيف والدنيا حمو، 24 ساعة مسكرين. هذه المستلزمات والبضائع ربما التي لديكم الآن، هل هي منتهية الصلاحية أو قاربت أو شارفت على الانتهاء؟ منتهية الصلاحية لها سنة. والعيال الصغار رضع ومواليد وكلهم والله ياكلوا فيها وخلاص، الله غالب شنو بنديروا؟ كلها الأطعمة والطعام وسواء المواد التموينية كلها ما فيش حاجة، كلها منتهي الصلاحية. نعم، إذا يمكن القول أنكم أنتم الآن محاصرين داخل هذه المنطقة، الأكل منتهي الصلاحية، لا تستطيعون الخروج من المنازل، حتى التواصل ربما مع عائلاتكم وأقربكم في 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 ذات المنطقة. ألو، أيوة. نعم، هل أنت في الاستماع سيدتي الكريمة؟ ايوه نسمع. طيب الان يعني نعم، الان هناك ربما قصف متكرر بالطيران اضافه الى القصف المكثف من ميليشيات حفتر، الان في ظل هذه الاوضاع هل هناك ربما دعم ولو نسبي من مجلس شورى ثوار بنغازي كاغذيه او اي شيء اخر ربما يساعدكم على المضي قدما في 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 هذه الاوضاع؟ لا والله يعني بالنسبة لمجلس الشورى يعني لا أنا مش مقصر صراحة، من العائلات المتواجدة هنا يوفروا لهم على قدر استطاعتهم، يوفروا لهم الطعام والغذاء وكل حاجة، أي حاجة محتاجينها، حليب الأطفال، الحفاظات البامبرز نتاع الأطفال، اللي بمقدرتهم يقدموه بصراحة يعني. نعم، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيهم يعني على المجهودات اللي يديروها لنا نحن هنا. نعم، نتمنى لك السلامة ولكل أهالينا في منطقة قنفودة وفي كل بنغازي، شكرا جزيلا لك سيدتي الكريمة.